ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. كتاب النكاح والطلاق الباب الرابع في الطلاق. كشتنا بابتي طلاق باب زن طلاق يعني شي وحكمي شي وجوركاني شي شي وشي حكمتي شي شي لا طلاق ده سرتا باسي كم بيناسكي تفرمي الطلاق لغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت طلاق براكانم يعني برلابون أطلقها يعني أرسلها وتركها يعني شي أرسلها يعني برلايكرد وازي لهنا برلايكردو وازي لهنا وبيشي لو تريتي إطلاق يعني حل الوثاق حل الوثاق يعني قريك شتيك تشيب كيت بي كيتوا شي كيتوا بي كيتوا خوي زواج عقدك يعني قريك عقدك هاو سرجيريتي بطلاقك أو عقده هل دوا شيتوا أو هاو سرجيريا تشي ليديت دبيتوا ودكريتوا و او افرته پیشتر با پیاوه که و بسترابه و با عقدی هاو سرجیریتی استا براله بوا نک برالای روشت نالین ما بست من چیه؟ یعنی لدست ام پیاوه دانه ماوه لجیر عصمتی نکاحی ام پیاوه دانه ماوه و طلاق دراوه اما للغه دا برا کانم که دوتری طلقت الناقه اذا سرحت حيث شاءت يعني كبروا برالله ببوشتر بلو شوي بروا شوي بآوى أما للغدا وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه حل قيد النكاح كردنوي أو قيدية أو قريه كقريها وسرجيريتيا ديكيتوا هرهموي أو بعضه يا هنديتش سي قريه يا هرسيتي دكيتوا يا هنديتش دواني دكيتوا يا هيتشي دكيتوا عقد النكاح يا قيد النكاح أولا كام طلاق ده بنسى في الطلاق البائن كنسرى وحل قيد النكاح لا سروي لا لجير بنسى في الطلاق البائن كام بيك جاري هالله وشيك طلاق يجي بيك جوريك بيه بائن بيه أو بعضه بنسى في الطلاق الرجعي أو بعضه في الطلاق الرجعي أو طلاقك يجي بيت رجعي بي رجعي يعني شي كبوت هبت خزانه بقرني تو لا يخد بوت هبي بقرني تو كبائن بو بائن يعني شي كيف يمضله بائن للغه ده بائن يعني شي منفصل يعني تو جيابه تو كبائن بو تل بيجاري ليك جيابو نوا او هميتي كهندي شي بي كامل يعني رجعيه كطلاقي شي دابت لعدة ما بيت رجعية بو هي بجرت كدواني دابت لعدة ما رجعية بو هي شي به بجرت باشا بلام ك دواي هرسي طلاقك تازا بائنة بينوني كبرى بويني بجرت من يصح طلاقه آية طلاق داني شي دروستا شكسيك بو هي آفرت طلاق دات يصح إيقاع الطلاق من الزوج دبيت زوج
واتم مرد خوي چيب كات خزانه كي خوي طلاق ده كواتا كسي كمرد نبو هاوسري افرته كنبو بويني چيبكا بويني طلاق ده مساله هيك خوش ده جرنوا ما بيك سيجني هبو تورب ولا كميان طلاق ده دوم هاتوا يا أبوه هذا كي جناحه تيتي توش من طلاق داي سيم يعني تيتي إيروتشونش تيوات كرت تيوت توش طلاق داي جني جيران أجان هواري كردوه خالتي لورن أو بياه وشيد وها تيوت توش طلاق داي أجر بياه وقدي زندات يعني بياه وقدي بمكاة توشيل أو توش طلاق داي آية دروس تشتي أبا يعني جني غيري خوي طلاق دا سيريكا استبزانين بوكالة دروس تيا دروس نيا بهر حال تو جنی خود بو ته طلاق دی بلام جنی غیری خود بود نی الا بو وکالت نه به غیری خود بتکا بچی بتکا بو چی لو کاته درست من الزوج البالغ العاقل د بیت مردی بیت او جاب بالغ ایش به کم قصه یعنی چی بالغ ایش به یکم بالغ نه بو بیت چون مرده یالا چه بو محل دکا هاکا افری بمنالی لی مار کراوا منالی چی بچوکاو کتی چیله مارا کرده؟ آو مارا کرد نه درسته یا درست نیا؟ درسته صحیحه. بلام که جورابون مخیرن که جورابون هر دو لام مخیرن. بلام ببشو چی که مارا کرده و فعلا استع عقدی زواج هی لبینی آمن علاو آم کته. بونمونه. آیا استع زوجه یا زوج نیا؟ زوجه. بلام بالغه. بلوغی بوه بلوغی نبوه. آمن آم زوجه غیر بالغه. كبلوغي نبوه ده توانج انطلاق ده من عليك توزي نقلي بو بكره بلاش نك الطلاق ده الا اني بلا طلاق ده ده بيت دروس ده او طلاق ده انا هو مصلحتي خوي جوزاني جوزاني تشيك مصلحته لو اني بيت جزائري بديتي طلاق ده بو يجائزني الزوج البالغ كاتك دروس الطلاق بدات كبالغ بيت العاقل شي تجنبت چونك هرچند الزوج بيه وبالغ بيه بلام شيد بيه طلاقك صحيح نية، شو كشيت فقيرة عقلي كامونية تواونية مصلحتي خوي نازلك، تا أوجنا لا يتي خدمتي دكات، أجايلي دبيت، بلام كجنا كي طلاق ذا ولا دستي بيته وتشيب كات، شيء خدمتي بك، بويا للشرع داك بيت وعاقل نبيت أو طلاقك نية صحيح نية ودروز نية ودانا مزريت، المميز مميز تيا، يعني شاكو خرابي خوي ليك جاب كاتوا تميزي هبت. وهروها المختار وتابع إكراه نبي باختياري خويبه بورمونا دمان شبخنا سرسري طلاق إيش نكت طلاق نديت كوجين طلاق ده بورم دلوا وطلاق ده أم طلاق ناكبت شو كبا اختياري تشينيا باختياري خوينيا الذي يعقله يعني شو الذي يعقله أوي كتير دقى طلاق يعني شو أوي كتير دقى فعلا دزاني طلاق يعني شو يعني بونو منا كلمة طلاق إنجليزي جناز يعني طلاق شيء كسبه فيري بكا فيلي لي بكا بلا الله تور بلا طلقت زوجتي يا بلج نكم طلاق دا أيش وقت تول دوايت ودوباري دكاتوا جنيشي هي طلاق بهو دكيت نا وناز يعني شيء وتوا الذي يعقله دبيب زانه أو قصي كديكا يعني شيء طلاق يعني شيء أو من وكيله هاتي نسرتي وكيلي مردك خوي بونو منا لسفرك بيعيك دكاتا وكيل يا تلفون بوكسك دكا وتوم كرده وكيل برو مالي باوشيك شا يا لمالي فلانة أفرتا أو خزاني من أو توم كرده وكيل بو طلاق داني دروستا كواتا استبع عكسا كاني ورقين طلاقي چيناك فلا يقع طلاق غير الزوجي مرد نبي طلاقي ناكي توبتي جني جيرانك الطلاق دي چون دكيو نابت ولا الصبي من البنابي ولا المجنون شيتيش طلاقي ناكبه ولا السكران عكسي كامي انا سكران ها مميز يعني سكران بهو يسر خوشيه وا اجاي لخوينيه اجاي لخوينيه لخويا وقصدك او طلاقي دداو ماريدك او ناس انا بريار دداو بهو سكرانيتك يا وطلاقك ناكبه بلان تاوانبار يا تاوانبارنيه لسر مشروب خوارنا وكي وعلى خوارنا وكي تاوان بارك كسي شي فاسقه بلام لحالتك داك تميزي نيه خوي نازاني دلتي قصدك او حلق بلغ نازاني يعني شي ما بس شي تيا بويا طلاقي ناكبت
او راي راجح او يك سكران كسي سرخوش طلاقي ناكوت خلافه بين اهل علم هند لزانا هندلن بو او عقوبه بيبوي ك عرق خواردتو طلاق بلا طلاق دك والله من خير يعني بيويست انما الاعمال بالنيات همو كردويك بيويست شي لقلبه نيتي لقلبت كنيتي لقلنا بيت او طلاق كناكوت بتايبتش كسي شي سكران اجاي لخويني نرزان شي وتوا دواي اوي كاديت او هوش خوي برسياري لبكيتو چي دوت سبارت بخيزان دل چوجانم چي متوا گاشي لينيا كچي اوت بي كاته بو ناكوت بلهم او معنا اونيه كبلن ولا سر خوشي دروست او يان على خواردن نه ولا كسي چي فاسقه كسي كا تاوان بارو گناه بارا ولا المكره او كي اكراه لي ذكره ولا الغضبان ولا الغضبان غضبان چي توري برابر اذا كان مسي حالته سي حالتي توربون هي بدايتي تربون هي نهايتي تربون شيء وسطي شيء لو بين ذا بدايتي تربون باتفاق علماء او طلاق ذا كيفت بون منا تربون كسرتايتي وانيك جار تربيتو بلا ماري خزاني بداو لي بداتو قصي ناشيرين بكاتو اوانيه بس بون منا بخزاني وتمر مالي باكو شوي استحت والله شويت بقصدنا كردم بروتم طلاق ذا توريا طلاقي ذا بون منا أما توربوني شيء بداية، أما طلاقي في هذا كيفت؟ كبلين ولا بم توربونا طلاقنا كيفت؟ إذن كواتا طلاق هناك كيفت؟ دائما هوكاري طلاق شيء، بياو لخزاني خوي شيء، لخزاني خوي توري، لبر هوكارك لهوكارك كان، كواتا بداية غضب، بداية توربون طلاقي في هذا كيفت؟ نهاية كيف هناك كيفت؟ ككابرة توربونك توربوا وكلير دفرماء ولا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول. توربوني شيء واب تند كلا قال أو توربون نازن دلتك قصده كلا خوي ونازن دلتك كهاته هوش خوي بيبل تو وادو تو واد كردو دل أقام لينيا كم نشتي واموتوا أو أن دتو ريا عقلي لا يخوي نعملت بلا ماري شدة داش داش يعني قصي غلط دكات يعني لو أنا هايتي هاي أنا ك بيايوها تو تلام مشكلة طلاقها بوا بس كردو بلا ماري دا خوي بكوجت خوي انتحارك أما غضبك فولة تواضع لو غضب ده كجني طلاق ده جنكي طلاق ده كبت نخير ناكبت لا طلاق ولا عتاق في إغلاق في عمر عليه الصلاة والسلام ده فرمه نا بند آزاد كردنو ونا طلاق دانش هيتشي أناك ون لحالة إغلاق إغلاق تيا توربونك كتوقف البو أو في أوقف له مش تقفله جامبو حسب هي جناك هذا لو حالتان ده بون منك سيك كان كويلي شي هي ده لو همي انا ما ذاكرت لا توربون لا هو كات خوي كريويتي استا لا توربون شي تواودا ازادي كردون بو ازاد نابن يا بلو خزان طلاق ده يواي وا تورد به حالتي واهيا شوار خزان شي بهر شوار بك طلاق ده جوش پشیمان او من چيم كير چونو قسيم كردوا چونو غلطم كردوا ناوي خزاني طلاق ده كأو حالة غضبة ربنا الشديدة بين طلاقنا كبد خلاف علماء لا غضبك دايك نبدايتك يتين نهايتك شتي تورية ربنا شي زور بلام نجيشتو تأو أن دازيك عقل دزدا نجيشتو تأو أن دازيك نزان دلشي بيرنكات وكأو قصي يعني شي نجيشتو تورادي بلام زور تورية أو أن دكبي أنا كبد كمالك لأهل علم جمهور علماء ظلن طلاقي دكبد هندك لأهل علم ضلنا كذي. إيش قالوا أنا شيخ الإسلام تيمية وابن عابدين ابن القيم رحمة إخواني به لم سرد مدى ابن عثيمين رحمة إخواني به ترجيحي أو ذكات كأجر هاتو توربون إيش يزوربو بيسان طلاقنا كذي. بو برا كانم. شون كبراستي هاو سر جيريتي دروس كردني يعني بناية إيش يزور زخمو جوريا. لدروس كردني بناية خانو زور گورتر و مهمتر و مبارکتر ایا کتو خانوی چی زور زخم و گورب کی کتو ربی بلی یکتی انتی بوداد نمو دیتقین مو لناوی دبم چند غلطی چی گوری و چند پشیمانی لدوار ایده خو طلاق دانی خیزان زور لو گورتر کتو بیناکت دارمتو کتو بیناکت بروختو چکه او خیزانی که پیتو نابو حلوشا کتایی پیاد بو ایواب آسان يعني جنوب ياو ليك جاب كريتوا توربوني شي زورتو ربوا وهي ليك ردوكا ك
كلمة كلا دمي هاتو تدر وخزاني طلاق داو استا بشيمانة بيش أو تربون زورا والله نيدي بس خزاني طلاق دا خوشي دب من علي ليه دواي أو تربونش كهاتو تو خوش خوي ديسان الله تشيم كرد ما بس تمنية شو أنا غلطة مكردوه كومالك مشاكل ومفاسد اللي يرود دا لو طلاق دانا آية وابا آساني أو جنوبيا وليك جيادة بيته وتواضع الانتازة كتائبها مشتكهات بويا أو يخوم قناعتهم بيتي اتباعا بو أو كومال عالمة أو يك لحالتي توربوني زوردة طلاقنا كب إن شاء الله لحالتي توربوني زوردة بس هو معناه وني الرقاب وخلق خوش بكري دي قيناك طلاق يبدو طلاقنا كب إنه بلام أجر واقع بو أجر بو كسك لو حالته دا جني طلاق دا أوش بو أوني برا كانم كيما درسي طلاق دخوينين بو أوني أيوب بن بمفتي معناه أوني تو لمودوا شون كدرسي كتاب الطلاق دخوين دوا لمودوا تو فتوى بدي كسي برسياري طلاقي ليكردي فتوى بو بديتو بلاي بلا طلاق كوتو أنا كوتو نبو أويا فتوى بو خلق دي نبو أويا فتوى بو خوشت بدي أحكام كاني بزانا بو أوي خوتي لي ببارزي خطرة بو أوي نصيحتي خلتش كي كبزاني طلاق شون وشون أما وكو فتوى بريار لسردان إشي تونية مسألة فتوى مسألة إشي قبرية برا كانوا بتعبتي إلا مسألة طلاق ده مسألة إشي خطرة إنسان ورعيها به خوي لي ببارزي أو نديد توانيت بيقرين توبو كسيق لخود أعلم تربية إن شاء الله باشا برا كانوا كواتا لحالتي تربون إجداء وثمان خلاف هي تفصيلي تدايا بوشيوازي كباس منكر مشروعية الطلاق آية طلاق دان مشروعة ريبيدرا ولا شريعة إسلام ده باب زانين الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين أصل لا لا زواج ده هاو سرجيريتي ده أويا استمرار الحياة الزوجية جياني هاو سرجيريتيان بردوام به كلمة استمرار أو بخانة بيرساوي خوتان كعكسكيتشيا الزواج المؤقت زواج مؤقت شيا هاو سرجيريتي كاتي كاتي كلاي هندي كاس حلالة فانا بخواي بردقار كوالله عين الزنا خدي زنا بلام بوشاكي شرعي لبركلاو فانا بخواي قورا تما شادك إلا أصل دا كتو دا چي دا خوازي آفرتك داكي دا بي مبستي تو استمرار الحياة الزوجية بي تو بتوي أم آفرتب كي تخيزاني خوتو خزاني چي ليبيك بيني تو منالطان ببيتو منالا كانت دليان با تو بخزاني خزانت كداي چي انا خوش بيتو نكتو بتي والله من بو صالك او افرت الدين اخر بو صالك اي منالا انا چيب كان دواي كوا داي چيان كوا باو چيان يا او افرت چيب كان دواي گواستو تو صالك لا تدو صلاتو دواي طلاقي دي اما كاري چي خراب براستي بلام كزور زور خراب أويك الزواج المتعية كشيء بيدلنا صيغة بيدلنا صيغة برا إذا كانم شو نسنجي خانو برا وزي وزارها أو نسنجي عنها دشيد أو قائمة لا يا أو أفرتاني ك ناوي أن تومار كردو نسيب يانا بوشي كأمادن بو أو شيوازة زواجة أو رقم تلفونه وحاضرة توش دشي والله من هاتم دميوجن بينم كام جن هنا أنا دائمي يا وقتي نا وقتي بو شبك بو دوشو بو حفتة بو دو هفته ايوه ما نزور مانها او جماره تليفونه كانوا بانجي ده كانوا دي يكتر بين بدل تباش زور شاك اما بو شويك ماريكو ببي ماري ببي ولي امر ببي شاهد ببي اعلان ببي سكن بها مشته ايما شي مزينان يبرا بو شويك جن بينيت شو لا او شو رابير اللي قالوا بو بيان اجمال او هركس بو مالي خوي كوت هاي بها او لا لا إسلام ده برا كان مكاري شيء رجع بيدراونية، شو كأصل لزواج ده شيء استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، باش برا كان مكوات أصل لزواج ده استمراره بردواميتية، بلام وقد شرع الله تعالى أحكاما كثيرة وآدابا جمة في الزواج لاستمراره وضمان بقائه، إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين وحدهما، فيقع التنافر بينهما. حتى لا يبقى مجال للإصلاح. فرود قالكم ملك حقوقي حقوق ما في داناوة. أفرد سر بياو كي بياو سر خزانة كي. كم ملك ماف وكم ملك واجباتيش. كواجبي سر شان أميان شيء أو يان شيء.
پاداشتی آویان چی آویان چی چون لگلگ معاملاب کن پیوسته باشی وازه و عاشورهن بالمعروف به معروفی و چاچی لگلگ بچین ای کوایلی هات بینیان تیک شوا جنا حزب پیاو کناکا پیاو حزب جنا کیناکا جنا کا مافکانی میردکی جیب جناکا یا میردکی مافکانی جنا کی جیب جناکا محاوله کرا و وسایل زور بکاهن را و اصلاح ذاتی بینیان هیچی فایده نی دلیان لسری اجنما و یکیان دلی لسری ترنما اولی ردا چونکه سنور کان دبزین رن حقوق کان جیب جن آکرن لا او شرعی که خواهد اینا و ناتوان پابند من پی ناتوانن با ارککانی برانبر یکتر حلسن ما فکانی که لسریانا هیچ مجال نما فکان لابد من تشریع احکام تؤدی الى حل عقدت الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق لا تهدر فيه حقوق احد الزوجين ما دامت اسباب التعايش قد باتت معدومه فيما بينهما بو اخوي بردقار رقاتاري چي داناوا كخول حيم نيبل بيك ولا حيم كران طواوت از جانا ابنه هرچند يكثر شي اخوجنا رقايك داندراوا چون حلي چون عقدي زواج كره او جاب حل بكره ليك جاب ابنه ليك دور بكونوا بو يهردو كان ازاد بن وتمان كاجنك بي جابته ومردك طلاقي ندا خوي گور چي بو افردانا دشي رابر دخول مان خلعي بو دانا پیاوه که دیو لجن که جواب تو خواهی گفته طلاقی بودن او به طلاقی بداد بو آوی او عدالت اسلامه که جن نیست بمانه تو لقل میرد که ای آخر او پیاوه کو ملک مصرفی لو آفرت کرد و ماری دعوت او لیر داده بیش نکه ماری بجارت او که پیاوه که راضی نبی با آفرت که گواستوشیتی او یا نشی گواست بی تو بلند تازه مارک را او بلاو بو تو او نویز را و لاو خلقو فلانک چل فلانک را مارک یا ابو بجنی فلانک را یا گواستویتی و استخوای گور چار سرکل و دایک چی به ماری بو افرت بجیرت و ماری کی بداته باشه کواتا لا اصل دا طلاق بو چی براکن بو چار سری چیشه طلاق بو چار سری چیشه او حدیثی که هيا ابغض الحلال الى الله الطلاق لهمو حلالک يعني بيزين راوتر لا إخوة كإخوة رقي لي بيت كإخوة جورا يعني بيبغضينت بيخرجنا بيت طلاقة أبو حديثك صحيح نية بلكو طلاق برا كان هندجار جائز دبي هندجار واجب دبي هندجار مستحب دبي وكو حكم كيدي إن شاء الله كواتا كاري باشا بو حلي تشاكاني بينيان والطلاق مشروع بالكتاب والسنة لا قرآن دهاتو لا حديث دهاتو طلاق لقرآن ده الطلاق مرتان أما دوجار دوائم دوجار فإمساك بمعروف مو دوجار طلاق الدار دوائم ويان به الله ولا يخوت إمساك بمعروف شون به الله ولا يخوت بچاشي وبباشي أو تسريح بإحسان يان بيك جاري برالايكا يعني شي برالايكا طلاقي بدأ طلاقي تندم يعني تسريح بإحسان أو السيم يعني باشا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن اگر جنتان طلاق ده نافرمي ولا دروزني ونابي طلاق دي نا دروست لسنتج ده ابن عمر رضي الله عنه ابي خزاني خوي طلاق ده وهي حائض لحالتي سوري ما قال ده ابو طلاق ده في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام بعمر فرمو لي راجعها باتشيبكات بابي جيرتها فاذا طهرت فان شاء فليطلق بابي جيرتها تاباك ده بيته او كاتك بي بطلاق ده اصل قصي ابن عمر شلون ببلا كان ابن عمر خزاني خوي خوش دويست باوچی پیو طلاقیده. ابن عمر رضی الله عنه به هات لای پیامبری خوایل صلی الله علیه و سلم فرمی باوکم امرم پیدا که خزانم طلاق دم. او بوی حقی باوک بزنی چونه؟ پیامبری خوا فرمی علیه صلی الله علیه و سلم بقصی پی طلاقیده. طلاقیده. بلام عمر رضی الله عنه به فرمی ابن عمر و تا عبد الله کرم لحالتي سوري ما كان خزاني خوي طلاق داو في عمري خوي اساسا فرمي بيبل بابي جره توجاري نابي لك حالتي لو حالته داجن طلاق بدريت دواي وكباك بوا ويستي طلاقي دي داو ويستي دي جره توا بهر حال استا دبي بي جره تو شكل لو حالته انا دنا طلاق بدريت استا دين سري بارك الله فيك. باش براك انا. اي اگر هاتو باوكا چي خراب بو. كوركا خزاني چي باش خواي گوره بنسي بي كرده بو.
أفرتي شيء إيمان دارا أفرتي شيء بريزة لخدمتي ميردكي دا ورز لباوشي ميردكي وكسوكاري ميردكشي دا قريت هي زرري شيء بباوشي ميردكي نية لقال وش دا بور لواني أو بياو باج نبت باوشي كرا لواني باج نبت حسب هناك أو كتش خوي دا بوشي وحسب هناك نوش دكا حسب هناك إيمان دارا بونمونا ك بياوكا للعيني لوازي إيماني بو أمري بكرك يخوي كالطلاقي ده ليه ده بقسينا كريت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقسينا كريت شو كا هيش نوي أو أفرته هيش زلريك لو بياونا ده لبا كي كرة بلكو مصلحته برجوان دي تداية بلام كابرة شو كا خوي إيماني لوازي على واني بإيمان بيت شاوي بمكش إيمان داره هالنايت ليه ده بقسينا كريت أما كهو كارك هبو بلقيتي شرعي عزريتي مقبول وشرعي بدست باوتي كروها ابو كيوستا بقصيب كريت والله اعلم. حكمه مشروعيتي شرع الطلاق لان في حل للمشكلات الزوجيه او من باسكر تقريبا طلاق بويا داندراو شنك حلي تشي لكات مشكله وشي شكاني زوجي نيوان جنوبيا ودكا لكاتي بيوستي دا. المساله الثانيه حكم الطلاق وبيد من يكون طلاق حكم كيتشيا أحكام شرعية عندنا بلا كانوا بينج واجب لواجب كم ترتيا مستحب لمستحب إيش كم ترتيا مباحة لأخوار أو جاتيا أو جاب سالبي ده شيء تخواره مكروها خواري خواره وكزور خطرة شيء حرامة باشا أو بينج أي طلاق حرامة يا مكروها يا مباحة يا مستحبة يا واجبة دلين هر بينج حالتك بسر طلاق دا ديت بتايبتيش حالتي هندي حالتي تي دا واجب دبي هندي حالتي تي دا حرام دبيت شون واجب دبيت وشون حرام دبيت اگر افلت شي دين دارو باخلاقو بوفاء ببو مردكيو ما في حقوق مردكي جي بجيكا ببي هيچ وكار او بيا وطلاقي دا ما گناهي دغات جائز نيه بلام كبيتو افرتك خراب بي افرتك بباوره يا افرتك حاشا بدروشته يا افرتك نوجناك نصيحتي شكردو هيج فايده نيه او بطلاق بدات بيوشت طلاق بدا باب زين دفرميتي الاصل في الطلاق ان يكون جائزا مباحا عند الضروره والحاجه اليه كبيوشت كير طلاق جائزه كسوء خلق المراه وسوء عشرتها كروشتي جوان نبو ما ملوها سكوتي لقال مرضك جوان نبو لو حالتان ذا بس كذا فرمي سوء خلق المرأة يعني لروانجي هل سكوتي لقل مردكي أما كآفرتكي زينا كار بيت بدروش بيت يعني علاقيها بي لقل بياواني ترخيانة لمردكي بكا أو كبياوكي بيه الله يتوكى كسي چي ديوثا كسي چي ديوثا فنا بخوا نابي بياو أو انده بي غيرت بيت بي مرؤات بيت رازي بيخ جنيكي لاب من يتوكى علاقي لقل بياوي چي ترها بيت ولو بناب أخوي فرودجار أو أنا كذا تشنبو غربو يا بهوي أفلام غربية وا يا بهوي تشنبو خارجة وا تماشى لكن أو عادة بدر وشتيه خريكة بيبونا مسلمانانش لغرب دابرا كانوا لا يهود نصارى لا أو كافرانا لا ولا شرق جدا يا بانا وصينا ونازل نمشي كابراجنا كيد بيني لقال بياوي جترا توزي لي تورا دبيو لو انا يقصي شي بيبلو دو ايتو كان ما هيج نبوا هيج شي شي يعني بويا لنا امتي اسلامي دا اونيه مسلمان دبي خاوني شهامته غيرته بياوتي بيت خزاني تو علاقي لقل بياوي تشي ترهبيت ما اي بي غيرتي كتو بيه ليتو لاي خوت شلون دبي راضي بيبو خويا جورد فرمي الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك افرتك زيناكار بنا بكسبي خوازت إلا زيناكاري جوكو خوي نبيت بدروشتي جوكو خوي نبيت يا كسي شي مشرك بمرازي دنا شي بمرازي دبيت كواتا كسي كا مؤمن بيت كسي كا عفيف وداوين باك بيت بغيرته شهامت بيت شون رازي دبي جنكي بدروشت بيو علاقاته خيانتي لبكا علاقاتي لقلب بياواني تنبي بويا بياو دبي مروءتي هبي بلا كانم لو حالته دا واجبة طلاق دان هي هاتوا برسيار دكا والله ما وصل خيزانم
زين اي كردو بلام دله توبه دكمو توبه دك بل مالي باو خوي توبه بك اما تو چون رازي دي بجنيك بيلي تو كلاي تو يو زينابك بي اي واه هاتوا والله ما مستا من زاني ومك ما رشم كرزاني وما بيشتر علاقي لقل بي اي كابو بلام خوش مش تو زورم كردو داوام كردو دان بيم استاش کومل رسم دوزی و تو لمالا و ک بوجلی بوچنی ک من بوج نہ کم کریوا او التونی پی و یک من بوم کریوا دوای او یک گواستوش متو علاقه ل قلب فلان پی و رسم ل قلیه چی لب کم چون باشا چیپ کن چاکا چی چیپ کی اون پیش بودا کا پرسیار کی طلاق دو یک دقیقه ل قلی ممنو افرتی چوا فلسگنا هنه فنا بخوای گورا چون تو کس یک پیو یک بیت عبروت به شرمت به حیات به ایمان به روشت به چون به افریتی و رازی ده بیت بویا با اگر من لی ببرا کنم همو دینک روشتی جوانی خوی هید روشتو خلقی جوانی او دین اسلامش حیا سن حیایی هبید شرمی هبید کسی گنبه دیوث بیت پنا بخوای گورا و یکره من غیر حاجت ایلی ای که هیچ کابرا محتاجی وجنه به طلاقی ده أو مكروه طلاق بدأ لإزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها من إعفاف نفسه وطلب النسل وغير ذلك كا أو صفة خرابان النبي هر طلاق دي خرابة مكروه بو چونك توبه خيزان تو إعفاف نفسي خوتت كربو داوين خود بباچير راق قرتبو وهروها چاوري أود ذكر خواهي قولو منالب داته استاكشنك الطلاق دا لوانه تو خود بو نجیری و توشی شهوت بازی و خراب و حرام بید لوانه پناه بخوای گوره توشی کارک بی که پشیمانی دنیا قیامتی لدوا بید و هر وام نالی شد نابه بوی که هو کار نبو طلاق کاری چی باج نیا و یحرم الطلاق فی بعض الاحوال اوت ما هر باج نیا ای که حرام دفرمه لهنده حالت ده کما سیأتی بیانه فی الكلام على الطلاق البدعی وقد يكون واجبا على الشخص طلاق بدعی دی باسی دکن برا کنم يعني لحالتي سوري مانغانا دا حرام خيزاني طلاق بدا وحالتي باچيتيج دا كچو بيتلا هر حرام طلاق بدا كادي باسي دكين وقد يكون واجبا على الشخص هندي جار واجبة طلاق داني خيزاني كما لو علم بفجور زوجته هو كامانا هر اول نية ولا حلسو كوتي لقل بياوكي جوان نية يان دنك برز دكا دو سر بياوكي دا يا دم دريجي دكا نا اول نية لو چوتا دروا كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها بويدر كودشنا كيف فاجره بدروشتا زناي كردوا او كات واجبه لئلا يكون ديوثا بويچين بيت كسيچي ديوثي ليدر نشت مال ولئلا تلحق به او تلحق به ولدا من غيره بوينكات اوجنا من دالك بدات بال او ميردي كلو ميرديني اصلا والله حالتي أبا بو بناب أخوي جورا كسان هي برسيار دكات ما مستعد تجيب كين تازا غلطي شيء جورا روي دعوة غلط جورا شيء والله منالي فلانة آفرته هي فلانة بياوني بياوي قرب سر بخوشي نازنت هالوارد زانة منال كان هي خوني لخوي بون ما بناب أخوي جورا يعني أو بدروشتيا مجتمعكم الجاد دادر مينت ولئلا تلحق به ولدا من غيره كذا كواتك الزانيد روشتي خيزانت بناب اخوا تشاغنيا تو ما ترسي او تبي تشي ضل كومول من البخي هناك تويتش يعني خودني شكو افرتي غوابيت بدوري ما زانه زيناب كاتو منالي شي ببيتو تو شهر واب زاني منالي تويا كشي منالي كسي تشتريش بخي ودكيتو غوري دكيت وكذا لو كانت الزوجه غير مستقيمه في دينها او نكهر جانبي الروش جانبي دينكي كافرتك نبو مستقيمه بو لدينكي دا دين دار نبو وكوشي كما لو كانت تترك الصلاة بونو منجنكي نوجنك نصيحتي دكا آموش قاري دكا هولي لقلد دا هيش فايديني توا طلاقي دا جنيك نوجنكا نابي لقلد مينة توا ولم يستطع تقويمها نشي تواني راس تكاتو آموش قاري كا تشاك بيت راس نبو توبين كرت طلاقي بدا اما ببيانو اخر چون به والله من خوش ميوت و نزن چي اقسانا بو قيامت خراب براك پابندي شرعي خوابيت بختوري لودا افرت اگنيوژ نكاي افرت روشتي باج نبه هيش نوي كاري چي خراب
المسألة الثالثة ألفاظ الطلاق. طلاق برا كانم كان لفظي شي هي دو جوري هي ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. شي ألفاظ صريح يعني بأشكرا تو بجنكت بلاي أو توم طلاق دا أو تو طلاق درايت كلمة طلاق بكار بيد. كناية شي كناية بون بلاي برو مالي باوكت يباشا برو مالي باوكت يعني شي تاكي برواتو تاني ورو بروا تا إوارا تا دوروش يا بو چی بچیتو ام لفظ کنایه چی و چی حل دگرید هم طلاقش حل دگری معنی طلاقش لخوی دگری هم لوانش ما بس تو طلاق نبت لی تو ربوی دلی برو مالی باوکت باند بین تو رمل تا دوروش باند بین مو ممکنه وابت جابزان ام دو قسمه لفظ کانین چی حکم کشی چی الفاظ صریحه یعنی کوم وشیک بکاربینی کرون و اشکرای ک چی طلاق وهي الألفاظ الموضوعة له أو الأشانك وطلاق داندراون التي لا تتحمل غيره يعني كغير طلاق هج معنى يجتر لأخوي ناقري وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض مثل طلقتك ده بيه فعل بلمن طلاق مدايت إنك طلاق أدم طلاق أدم مصارع لنا بمستقبله وده هاتو هو طلاق أدم خبرك لو أنا وأنا به فشي ما ندبيته طلاقي ناديت كواتبه هناك بس بلمن طلاق مدايت يا طلاق مكوتبه يا تو طلاق دراويت او انا هم رابردو يعني كوت طلقتك او اسم الفاعل مثل شي انت طالق او اسم مفعول او اسم مفعول مثل انت مطلقه تو طلاق دراويت فهذه الالفاظ تدل على ايقاع الطلاق بولفظانه وطلاقك كوتوا دون الفعل المضارع او الامر كفعل مضارع بيا امر بو او هيتشيان دلالتني لسر وقوع اشتكى بويا وكوتي مثل تطلقين انت طلاق دريت يا طلاق ادم يعني طلاق بدريت او وكو امر او هيك طلاقي بينا كبه كابلا دلوتوما سوين بخوا طلاق ادم اي طلاق كوتوا يوم سوين دك تخاردو دتواني سوين دك بغي انتصار طلاقي دي دشتواني كفاره كيف دي طلاقي نديت فشي ما بيت اساي كاتنا كوتوا بلام بلي طلاق مدايت يا طلاق كوتبه كوتايب الفاظ كنايه كنايتك شونا يعني لفظك بكار بيني دوما انا هالقري وهي الالفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره مثل قوله لزوجتي انت خليه ننجي انت خليه يعني تو بتالبيت لمن تو دركوتي تو لمن وبريه بريت لمن وبائن تو جاي جابوي تو لمن جابوي تو لمن دوما انا هالقري وحبلك على غاربك يعني شي حبلك على غاربك غارب چی برا کنم؟ غارب یعنی او پشتم لیه. بتعبتی لوشتر ده. لنوانی سینام کی؟ سینام چیه؟ ها؟ یعنی سر برز کی پشتی وشتر؟ تا وکو لایملی. ک خوان وشتر بیه و وشتر کی به استراحتی خوی بلا ورد؟ چه دکا؟ رشم کی؟ حال داده سر پشتم لی. علی الغارب. حال یه داده سر غاربی سر پشتم لیو. يعني برو بخود أزادي لشوية كل ورقاية كل هرشوية نكبة إسراحتي خود حبلك على غاربك كبيا واي بخيزاني خوي قد يعني وتوم برا لاكرت بإسراحتي خود برو بشوية دروي برو آية حبلك على غاربك يعني فعلا طلاقي بيا كود يا ما بس يوتو برو أزادي لمدو أتشي كي بيك باب زاني أو الحقي بأهلك برو لايشي ما كسكاري خود ونحوها أم لفظانا كناية بيدوترين بزانين زاني من دو جور لفظية بلان فرق شيء لبيني والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كانت جادا أو هازلا أو مازحا لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه نية نية مقارنة للفظه باش الفاظ صريح قبل من توم طلاق دا دوائي بيبلي ولا خو من يتم طلاق نبو ناي خوا ما دام متت توم طلاق دا كوت تازة برسياري نيتي لي ناكرت كاك دوت الخزان طلاق دا نيتي شيء ما بس يعني طلاقة أصلا برسياري لي ناكرت بورمنا أو أفرتا دا تشيش كاعد دا كالا محكمة دلیل پیاوه کم بمنیوت توم طلاق داد.
يا وكيف لا آخر جنابي حاكم والله من ما بستم طلاق نبو نيتم طلاق نبو حاكم ناله باشا ما دام نيت ذنبو لشرع ده طبعا أنا قبل حكم شرعي به ناله والله ما دام نيت الطلاق نبو قيناك النا ليه ربيسيار لأن يد ناكرك لفظك شيء به صريح به عاش كرابه بلام كهاتو لفظك كنايبه جند دل هاتو بمن برو مالي باو كت والله تو من الطلاق ده شكاد دكا والله من الطلاق ده برسيار لي دكا تو شيء دود تلوت مرو مالي باوكت جنة تلوت طلاقة ليرة برسياري اللي ذكره ما بس تتشيبو بمشيك وتتبرو مالي باوكت نية تتشيبو ترى نية موبو ليه توربو بيتعقدبو حزم نكر بيبين جاء أمره وتمرو مالي باوكت يعني ما بس تطلاق نبو نخير ما بس تطلاق نبو طلاق كينا كوتوه كواتا لألفاظي كينا هذا برسيار لشي ذكره نية ذكره نية حسابه بلام لألفاظي صريح ده حسابه شي ناكره حسابه نية ناكره فلا يقع إلا بنيته إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه فلا يصدق قوله بلام كقرينيك هبو يعني نشانيك علامتك هبو كأو هرچند لفظ كناي بكار هنا بلام ما بستي بي طلاق بو كبلغمان بدستو بو أو باور بقسكينا كريتو كبلام ما بستن طلاق نبو بطلاق حسابة أو أنشي برياري لسرددا طبعا حاكم برياري لسرددا تائر بلا كانم بابتي تريما وطلاق بودر سيداهاتو والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيك. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.